سؤالي اليوم تاريخا في كيفك بصعيد المعرض كلها تقرا شروطها وصعودها خشوا لها الاخرى الشاكة ايقاعها تزرياحها وصعودها تشيرها الدولة بشكل كلها بدون بسنة ولدي بكلمة ايكا ايقاع زرياحها روحانية روحيا لا خشن خلمة كبيرة رياضة فوضى قطاع الطاقات وميدان خلمة هذا إذا وسيمة صيخة كنت فؤاد رازم يغذير تخلم خلمة بعمقة بمعنى الأفئدة ربي شوفها أخي مشيحان يمكن نطبخ خاصة يمكن طلاب الجامعيين أو اللي يعيش الدور بخلافة بشكل بدفتلة خاسر إنه إذا دائما جدل لما ديانات خلال الناس خلال اللي بدي تصليم اللي العقيدة تصليم اللي الموضوع تصليم وكم شو حدوثة طيب دي خلصة عسقة اللي بدي فهامة ودراكة مين المعنى بسط التصليوة يا مين معنى وجود التصليوة ورمز التصليوة بمشي حيوتها لا بل لوبر اكزام أبلغ دي التصليوة رمز بمشي حيوتها رمز الحضور بمشي حيوتها كل ما تكبخ أو كل ما تكيدخ إنه أنه تمشي حيث أنا خاص ما يتميش عن التصليوة كل ما تكبخ إنه بين خيالة إنه تمشي حي وخبوط التصليوة دي المطبقات يعني كانت روسية عربية ويعني غير مدانة أو رش مختلف كانت إيما تكاوى فوق الخاخ لأن المغزى من هذا أثر موضوع التصليوة وكل ما يدور حول أثر موضوع التصليوة إلى نقطة توقف جيد مشي حالي تلم تأمن بقاوح لا فقط تردمين يموت باحتفال وكأنه ميرجان إلا احتفال وكأنه فعلا اكتشاف قوي تصليوة إلى فعلا طريقة اكتشاف قوية جديدة وقوية يمشي حيث بدأ بدون محكي خلد حكمة الصليب أو منطق الصليب يمشي حيث في البروخاية مين حكمة الصليب أو منطق الصليب البروخاية وقاية يمشي حيث قبل خلد وخلد لا مشي حيث يعني لا مهمة انت خقص الزدوثة يعني انت عرقلة أو صعوبة مبالغة في موضوع الصليب الشمالا انت رياض الموقف مسكيمين من دشتا تنهد تصليوة تحكيم ووسخلوفة تمريا لها قوتا إن هذا خازق مني ويوان بين شمالي شمشيحة قو أف موضوع تصليوة أو أنت مربوط في موضوع تصليوة ويوان مني يوذاي ويوان مني يوذاي وتروي ظهري ثقافات مختلفة وذاي وثقافة ديهي وفكر ديهي معتمدين دائما إلا اللغة والأدب ثقافة اللغة والأدب والصياغة تكون نصوص ديهي من هذا قوتا النص والجبين أهم من فكرة النص يعني بعد الروح النص وجيب الدير يونعي قوتا جيب الواضح بالقوة الجسدانية الإنسانية ما قد أو شخص قوي يعني أنا لا كان بين هوية دي أحيان ثقافة دي مبنية على كده مرموس قيمة ويقام أنت انت الثقافة وقو صرام أنت انت الثقافة اللي كده مرموس لبقي لأنه تدمايل إلا الثقافة على أخرى بقول لها دي حقو ثقافة دي أحيان قو شرع دي أحيان بسرية إلا بيرقها مغاير تماما لا حسب منطقة الثقافات الإنسانية إلا حسب منطقة الثقافات ثقافة مريالة منطقة من هذا المحكي لي قلت أنا هذا معاكسة تماما وكما عميلي حخلت دي لجيب بكل معاملية بكل منطقية حخلت دي لجيب برناشا تماما معاكسة لأنك حخلت مريالة والدليل مريالة أشقل من أداء تصليمة من رمز تصليمة بخشوط اللي بيكون ثقافات بيوحى سواء يهودية سواء الهندية أو اليونانية شلة القديمة خشوط اللي أداة عام
خشوني أداة ضعف، خشوني أداة جهل، خشوني أداة قتل، خشوني أداة انتقام. مريا على تم بلخلة تخالف هاوة أداة فعلة القوة. لكن ديخ أخي دام شي حاية إنه نصير دخل الموضوع صهيون اختلافة ديخ إيبا نديخ إنه مش أداة قوة حقا وما أمر مثل إلا وخلص الرسالة دي إحتامة خلص التبشير دي إحتامة من حقوق الانتقام الشعوب قالوا احتام ايمن بهذا المرفوع صعب والمحكوم المنطقة الإلهي ايمن فعلا الدارخ فورق ومنطقة الإلهي فكر الإلهي بمعنى الدارخ بغائب شعوب شيحة فكر ديح وثقافة ديح والكبير إذا أثر يحف وحف من ذاتي وهو يشعوب شيحة قال بخاطر مربط قواعد الثقافة المغايرة اللي المجتمع هو ثقافة المحبة ثقافة الطفح ثقافة العطاء من هذا مرطولوس منطلق من تامة تدياديه فعلا منطق أو عقيدة بسطي منطلق من يشعر بشيحة ومحكياته وكن فهمنا الخطفة بين أرث بسطي وبشري رمز تقوة الله في حين بشري رمز الجهالة في الحكام أرث بسطي وأخرماتي وقفلاتي كبير ذاتك خاصه بس تريح أحمد أخام معاكس اللي تخلنا كان كبير ذاتك مشروف لها أخذ الدالة لكن أخذ صليمة ليلة فقط أفرمس صليمة إلى أولا تبحى اللي هم كل المرة اللي مش عمشي حد وحدة دي دي البهرة اللي هم نحن صليمة دي لأو إلى أنا تخاهي دي بش نويش أبو آدم ويحاوة لكن بريش عمشي حد تمشتين من دمنا أولا وإرقلا ولا بيرا دي أنهم اللي ونعمل بوشمه مرطوس الأثر منطقة محكم وكيميرا لازم راح نتبهين إيمان همخ نتكالخ كي بتحد صليمة أنا تصليم اللي بمعنى كسار من معنى كل حد إيمان تكالخ فقط اللي تحد حدث بصليمة إنه يشعر مثل إلع وآدي لحدث تاريخي نملخ ملموس ديك بخاتين الكل مكساني طالع كل وسبر اختام فقط أنا قلع بايش فجأة قصدت بصيبة وقصدت مسلوبة مع الأجهزة لأن محتلى مرطوس شعور الإنسان بظر حدث بصيبة بصيبة شاغل في مديع بظر حدث أحداث دكباري بظر بكبايش بصيبة يشعر بها بمعنى القيامة في شعور شيعة بصيبة شعور قوتع ومزديع مفعول دي الروحي والإلهي بظر بعد القيامة بظر قيام الله يشعر شيعة وإلى تجارة لا يبقى من هذا كبير الجهات يمشي حايم كانت بيترمزوا بصليوة خلاص وكأنك شغلت من ديان مشاعرية عاطفية إيشو مثل إلا بصليوة دخل في الدنيا وكم شارك بغد باخر وكم بتأثر المشاعرية النفسية يمكن يمطي على حد من الباخر في النطق في الديانة متناسين تناشر إنه بطل أتحدث إذ الحدث يقيم دي للقيامة فهي مسلمة دي لأرخة دي لأرخة ومنطيانة الهدف الإلهي أو المنطق دي للقيامة من هذا كخدمة تنعى فالله من لم يحمل صليبه معي ويتبعني زين لم يخلص من لم يحمل صليبه ويتبعني مو يحمل صليبه ويتوقف كبير جهاز يدرس صليبه اللي اتبقرت كبير جهاز المعطفة مصليبه بالخير لكن لا تعرف البرخش بالدارع يدفعنا ضغط يشعر شيعة فإذا مصريمة لين هدف المعطفة لإلا أرخي له تتزالد تتبخ مرة يشعر شيعة فالقرامية فلن يخلص هي مصريمة أرخي له خلاص نحمله ندفع يسوع لنخلص أنت والخطوات مختصري كل الأث احتفالية هي قولة مصريمة كل معنى اللاهوت والروحي الايد والصليوة صليوة او لأرخة معظرتا بالمارة تطلخ لك ورخش المفرح تطلع في الموت المشكلة كنت خامنا من الصليوة اللي داحة كبير جهاز بس حشيدية بشوق الصليوة ما تخازف من حشي الدخاين انا الدخاين خشوق الصليوة صليوة ليلة ويلة طالب من المارة طالب بس تحشي هل الصليوة انت مقصوفة
بيعملوا في المنطقة خلاص. لذلك من بوصلوا بعض الخلاص مصروفة. حش موجودين من تخاطر مقوية. يعني فعلا زخموثة وقوتة تدل لهم مصممين متحدين بيشوفوا شيء. بتحش فيك الوسطات تخاطر دائما تريد أن بوشك الحمام. لكن بس إصرار ديهم كاتحاد ديهم بيشوفوا شيء استمرارية ديهم باتباع ديهم حقين صليمة يعني كنتم خلاص يعني كنتم بصوفة وتخامن شن قاتل الصليمة دي أحمدها والجوخاية قاتل وابصيفة بيقات الصليمة أو ميدينة أو يدية ميدينة بالمفعلة وفي البرخة بمشيها ميدينة فعلا ومشمولية في البرخة.